بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في تصحيح سورة الإنسان. بنذكر حضراتكم بالرواية اللي احنا بنقرأ بيها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. نتابع مع حضراتكم، احنا صححنا الحلقتين اللي فاتوا بس ما زال الشباب بيقروا لي التصحيح، فنفتح المصاحف للمتابعة معانا. احنا أنس قرأ المرة اللي فاتت، يلا يا أستاذ آدم استعذ وسمي الله وجزاهم بما صبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. لا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة منصوبة. جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك. ههمس بقى، ما أنا وقفت على الكاف يا آدم. لما أجي بقف على إيه؟ على ساكن، ولا بقف على متحرك؟ طب أنا هقف على ساكن، يبقى أنا هسكن الإيه؟ الكاف. لما سكن الكاف هيبقى حرف عندي ايه؟ حمس. مهموس. ما انا عملت كده. لا، ما سمعتش الهمس، ده انا ما سمعتش الكاف اصلا. متكئين فيها على الارائك. سامع دي؟ في نفس، في هوا طلع. متكئين فيها على الارائك. شطور أخيرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مفيش الأذى اللي بنشوفه في الدنيا، أي نوع من الأذى مش هتشوفه. مفيش شمس حارقة، مفيش برد قارس، قاعدين متكئين على الأرائك والفرش الجميلة أهل الجنة. الجنة غير، مفيهاش أذى خالص، لا من خلق ولا من مخلوق. ودانية عليهم ظلالها. قولي بس كده. ودانية عليهم ظلالها. ودانية عليهم ظلالها وذللت. قول بس كده. انت شاطر ومجتهد، ما تخافش. ودانية عليهم ظلالها وذللت. عايز اسمع الهمس. وذللت قطوفها نضيدا. تذليلا. تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. أحسن، بس أنا عايزة منك حاجة. افرض أنا في مقطع أنا مش عارف أظبطه على بعض، نقطع المقطع. يعني زي ما عمل ودانية عليهم، بعدين نجي بعد كده خد كلمة ونقول الكلام ده برضو للمبتدئين في قراءة القرآن الكريم، أو حتى اللي قطعوا شوط في القراءة لكن بيتعلموا كيف يتلى القرآن الكريم. فهاجي هنا أقسم الآية. ودانية عليهم، ودانية عليهم ظلالها، ظلالها وذللت، وذللت قطوفها تذليلا. ما فيش تعب، ما بيتعبوش أهل الجنة، حتى الثمرة اللي نفسه تجيله وهو قاعد مكانه.
صح ولا؟ صح. جميل؟ صح. يلا يا أستاذة سارة. ويطاف عليهم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت. وأكواب كانت. وأكواب. اهمسي اهمسي الكاف ساكنة. وأكواب كانت كوارير. لا كواريرة دي حاجة تانية، حاجة كده زي أيوة القاف حاجة والكاف حاجة. هقول على القوارير كوارير هتزعليه صح؟ الأكواب القوارير يعني هي أكواب من الفضة الخالصة بتلمع كأنها زي الإزاز. يلا يا سادن. قوارير من فضة قدروها. قد مش قد قد يا دي دال ولا ضاد؟ دال. طيب. قدروها تقديرا. 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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. ما تقلقلش الضاد تاني. خضر. لا بتقلقل خضري دي ما بقلقل خض. خضر واستبرق وحل. اقف عليها. خضر. خلاص يعني ده موضوع بقى. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وقف. خضر واستبرق. خضر. هقف على استبرق. أكمل لا أقف عليها وأكمل. وحلوا بقى أساور. خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. أساور مش راء. الراء مفتوحة عندك هتبقى مفخمة. أساور من فضة وسقاهم. وسا مش وصا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.